جرب ديمو لعبة أستروبات. الديمو بدأ بأني كنت راكب يد بلاي ستيشن يستخدم أسترو على أنه يطير فيه في الفضاء، وكان فيه كواكب على شكل حيوانات، وكل كوكب يعتبر عالم. ولما دخلته لقيت نفسي في مكان منتشر فيه مراحل متنوعة كثيرة، وكل مرحلة كان لها تقييمها، يطلع لك يا مستوى صعب أو سهل أو عادي. بدأت في المرحلة الأولى اللي هي السهل، وكانت عبارة عن توتوريال اللعبة. أول شيء لاحظته تنقل من الفضاء إلى داخل مرحلة تم بطريقة سريعة من غير انقطاع، وجدا أبهرني. وبداية كل مرحلة راح تكون تطير على يد بلاي ستيشن وتحركها يمين ويسار، وبعض المراحل يكون في حاجات تجمعهم في البداية وتتفادى العواق، والبعض فقط توصل على طول. أول ما بدأت المرحلة الرسوم جدا كانت جميلة، مليانة ألوان وحيوية، والموسيقى بعد كانت ممتعة وماشية مع جو المرحلة. والتحكم في لعبة أستروبوت جدا ممتاز وسلس جدا، ولا مرة حسيت في ثقل في التحكم. وفي كل مرحلة يكون فيها حاجات كثيرة تسويها وأسرار كثيرة تستكشفها، ولازم تجمع 7 بوت في كل مرحلة، 2 منهم يكونوا ضيوف شخصيات من بلاي ستيشن مثل بوت راتشت وبوت كريتوس، ويكونوا منتشرين في المرحلة. بعضهم يكون أماكنهم واضحة، والبعض الآخر يكون في أماكن سرية، وضيوف بلاي ستيشن يكون لهم أحيانا مرحلة ميني جيم مصغرة عشان تحصل عليهم، مثل مرحلة بارابا ترش على الرشاش الألوان على البلاتفورم المخفية عشان يبينون لك، وتركب فيه عشان توصل للبوت بارابا. وفي بعد 3 قطع تركيبة تجمعهم في كل مرحلة، ما أعرف إيش فائدتهم، ما توضح في الديمو. وطبعا في قروش بلاي ستيشن ذهبية اللي تجمعها في كل مرحلة. شخصية أسترو عنده حركات كثيرة، يقدر يقفز ويقدر يحلق ويطلع شعاع ليزر من رجله يختفي الأعداء، ويقدر يدور في محله لو علقت على الزر، ويقدر أيضا يسبح في الموية بعد. وأسترو راح يستخدم قدرات يحصل عليها في المرحلة، وراح يقدر عن طريقها يتقدم فيها ويستكشف الأسرار، مثل قدرة التحليق بالأخطبوط وقدرة الاندفاع بالكلب، وحتى قفازات الملاكمة بعد جدا عجبني فيها توظيف القدرات فيها. وفي فعاليات ممتعة في المراحل مثل كرة السلة، تدخلها في السلة وتحصل نقاط، أو إنك تشوت الكرة على العدو. والآن نجي لقتال الزعماء. اللعبة بيكون فيها زعماء تقاتلهم. أنا في الديمو قتلت الزعيم الأخطبوط العملاق، وكان القتال جدا ممتع. استخدمت قفاز الملاكمة عشان أضربه، وكان في نوع من التحدي، ما كان سهل. لكن أكثر شيء أدهشني أني لما ضربتها لفترة هرب وفتحت مرحلة لازم أعديها وأصل أكمل قتال. كل هذا صار من غير ما يطلعوني برا، كان جدا سلس. وطبعا فزت عليه وانقذ ضيوف بلاي ستيشن، واللي تفاجأت أنهم راحوا إلى عالم خاص فيهم وكان مقفل في الدمو، يعني بعض الضيوف أبي كلهم مرحلة خاصة فيهم. وعدد البوتات في اللعبة جدا كبير جدا، ما أقدر أقول الرقم لكن صدقوني أنه كثير، وراح تستمتعون كثير في أنكم تبحثون عنهم. والآن جيت إلى مرحلة صعبة، ما كانوا يمزحون، المرحلة كانت جدا صعبة وتحتاج أنك ما تغلط فيها. كانت قصيرة لكنها قدرت أنها تخليني متوتر ومتحمس فيها، ولما انهيتها لأني عدت كثير فيها وتفاجأ أن في الخريطة جاني نيزك صدمته وطلع لي مرحلة صعبة ثانية كانت أصعب من الأولى، وهي تستخدم قنابل توقف الوقت. أخذت مني وقت وجهد، في النهاية عديتها وحسيت بالفخر. طيب الآن بعد ما شفت كل شيء في الديمو قلت خلني أرجع مرحلة قديمة أجمع فيها اللي فاتني. أول ما دخلت المرحلة لقيت قفص عصفور داخل كبسولة مكتوب عليها 300 قرش. كسرت الكبسولة ودفعت 300، طلع لي بعين عصفور يتمشى معي في المرحلة يعلمني أماكن البوتات الناقصة وقطع التركيبات مثل الرادار. والحلو ان لما جمعت الناقص طلعت من مرحله مباشره من القائمه، ما احتجت اني حتى اخلصها، وحفظ كل تقدم تجميعاتي فيها. اللغه العربيه كانت جدا ممتازه، الخط كبير وواضح وشكله جميل ايضا، وشرح كل شيء بالعربي بكل سهوله ووضوح. ايضا توظيف يد الدول سنس كان جدا رهيب، كل حشيشه امشي عليها احس فيها في اليد، والمويه والرمل وكل شيء في اللعبه راح تعطيك الاحساس فيها، وسبيكر السماعه كان يطلع لي الاصوات اللي حولي بشكل جميل بعد. الدمو كان قصير لكن قدرت اني اشوف فيه اللعبه وكيف طريقتها والرسوم المبهره والاداء الممتاز فيها 60 اطار في الثانيه، واستنتج من العوالم والمراحل المقفله اللي قدرت اشوفها في المنطقه الاولى توضح لي ان اللعبه بيكون فيها محتوى ضخم جدا وتنافس العاب البلاتفورم المغامرات المشهوره. اتمنى اني اكون قدرت افيدكم بهذا الانطباع. يعطيكم العافيه المتابعه ومع السلامه.